أحل اليوم ضيفا على الحزب المغربي الحر في إطار أنشطة اعتاد الحزب أن ينظمها بمناسبة الشهر الفضيل. وكان الموضوع الذي انتدبت للحديث عنه هو الشعبوية، الذي كان موضوع لبحث قمت به واستغرق مني سنتين، على أساس أنها ظاهرة كونية، ولأنها ظاهرة كونية وموج كاسح تسائلنا بالنظر إلى استشرائها وبالنظر إلى ما يتمخض عنها من عودة العنف وسيادة الشارع. سعيد بهذا اللقاء أولا بالنظر إلى الحضور والنقاش الذي واكب هذا الحديث وهذه الالتقاء، وحقيقة يعني أخرج بانطباع جيد هو أن هناك يعني حاجة إلى الفعل السياسي، يعني لابد أن نقف عند يعني بعض مخرجات هذا اللقاء، وأنه لتجاوز خطاب الشعبوي ومخاطر الخطاب الشعبوي ينبغي العودة للسياسة في إطارات السياسة، في إطار الهيئات الوسيطة، وفي إطار كذلك خطابات واضحة ومنسجمة. فمرة أخرى أجدد الشكر لهذه الدعوة التي وجهت إلي. في إطار الحلقات التي دأبت على تنظيمها مؤسسة زاوية الفكر والتراث داخل مقر الحزب المركزي للحزب المغربي الحر، اليوم كانت المحاضرة الثانية، سعدنا باستضافة الأستاذ الدكتور حسن أوريد لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع الشعبوية اللي هي واحد الآفة اليوم في الخطابات السياسية لا عند الغرب ولا في العالم العربي. كان اليوم في إطار النقاش مفتوح مع أعضاء الحزب المغربي الحر ومع ضيوف مؤسسة الزاوية لمناقشة هذه الظاهرة وسبل مواجهتها وأسبابها ومسبباتها. اليوم تسعد مؤسسة الزاوية لاحتضان المجلس الرمضاني الثاني الذي أطره الدكتور المفكر والروائي حسن أوريد في موضوع الشعبوية في الخطاب السياسي. اليوم كان الحضور مجموعة من الطلبة الباحثين وأساتذة جامعيين وتلام الطلبة والمهتمين بالمجال الفكري والنقاش السياسي. سلطت الضوء على ما تشهده الساحة السياسية من خطابات شعبوية وما وصفه الدكتور كذلك في آخر إصدار له الشعبوية أو الخطر الدائم، فحاول أن يعطينا نبذة عن الكتاب ويؤصل لنا لمفهوم الشعبوية. وهو بالمناسبة كان مجلس رمضاني ثاني في إطار الدورات أو الدورة الثانية التي تنظمها مؤسسة الزاوية. جاء اختيار اسم العلامة والوالي صالح أبي العباس سبتي انطلاقا من إيمان مؤسسة الزاوية بترسيخ مبدأ الجود، وهو الجود في الجهد، في العطاء، في الإنفاق، مختلف الأمور التي يحتاج الإنسان أن ينفق فيها، ينفق من العلم، من الفكر، من الأمور التي وهبها الله تعالى.